فتكم ان شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم يا أحبة إلى حلقة جديدة من برنامج أفاضل وفضليات والصالون الخامس أو اللقاء الرمضاني الخامس أفاضل وفضليات بصبغة رمضانية. مرحبا بكم جدا. لله سبحانه وتعالى فضل على ليبيا في كثير من النعم، من ضمن هذه النعم أنحباها بأناس أفاضل وفضليات على مر العصور في القديم وفي الحديث من كل ليبيا، من كل ربوع ليبيا، من المدينة، من القرية، من الجبل، من الصحراء، من جانب البحر. أترحم على من رحل منهم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا كل خير، كما أدعو سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر الأحياء منهم. من هؤلاء الأفاضل فيما سبق وحاليا وعلى مر العصور، ناس بركة، ناس فضل، أهل الخير، أهل الثناء، أهل الفضل كما هو يقال، وكلمة فضل تفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة القرآن الكريم. الأفاضل القراء والمقرئين الحفاظ والمحفظين لغيرهم. حلقة الليلة باسم معدرة ليبيون هربت، مش مشكلة عليه تحال، هو أخذ بالنسق أن الحلقة الأولى، نعم ليبيون، الحلقة الأولى كانت باسم ليبيون خيرون، والحلقة الثانية باسم ليبيون منشدون، والحلقة الثالثة باسم ليبيون مبصرون، والحلقة الرابعة كانت باسم ليبيون لغويون، اليوم ليبيون حافظون. وأتمنيت أن يكون حافظون ومحافظون. سنتعرف على الفرق بين الحافظ والقاري والمقري، ونذكر هؤلاء الأفاضل السيرة العطرة فيما يتعلق بحياتهم وما قدموه لليبيا على مر العصور. يسعدني هذا ويمد لي يد العون ويعينني كل من الأحبة ضيوفي الكرام، بداية بالأستاذ حبيبنا نعم واللي شرفنا في الحلقة الماضية حلقة المبصرون، الأستاذ محمد سالمي. رائع جدا، كنت ردود فعل جميلة جدا، كثير من الأحبة حملوني مسؤولية أننا نحييك تحية طيبة، والآن نشكل لك حضورك إن شاء الله للحديث عن الأفاضل يعني القراء وهكذا. الشيخ الأستاذ علي التومي اللي شكل لك حضورك من 300 كيلو من الجميلة مدينة الهيشة وبقرين، بارك الله شكل لك حضورك. بارك الله فيك. قاري وكذلك إمام مسجد شرفتنا. شكرا بارك الله. والأستاذ أو الشيخ أو الاثنين معا محمد عبد الفتاح الوادي أو وادي مغربي فلام، قاري وكذلك ماجستير في الدراسات الإسلامية، شرفتونا جميعا. وأعتقد بإذن الله تعالى حلقة مباركة إن شاء الله، لأن موضوعها مبارك، نتحدث على أفاضل أهل الفضل من اللي سجلوا كذلك ما يمكن أن يقال عنه تاريخ عطر زكي. البداية بأستاذ محمد السالمي، ربي يحفظك. أوكي. كلمة في حق هؤلاء الأفاضل في العموم. الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد الترهوني، وأهلا بالسادة الأكارم الشيخ علي الهيشي التومي. احنا عرفناه بالهيشي لأن في الوسط القرآني وسط الإنشاد معروف بالشيخ علي الهيشي. جميل. وأيضا أستاذ الشيخ محمد مفتاح وادي اللي هو صديقي ومرافقني دائما، سواء كان في السلك الأكاديمي الدراسات الإسلامية أو حتى حلق العلم المختلفة. جميل. أنا متشرف جدا أني معاهم في هالحلقة الجميلة أستاذ أحمد الترهوني، ويزداد هذا الجمال جمالا وهو لقائنا مع حضرتك. شرف لي. كذلك نحيي كل متابعي ومشاهدي قناة ليبيا الرسمية عبر برنامج أفاضل وفضليات الذي دائما هو المنبر سيدي الفاضل الذي نستطيع أن نعبر من خلاله على المواضيع المختلفة، المواضيع الشتى. وما التوفيق إلا بالله. الحمد لله. اللهم آمين. ثانيا، هو الحقيقة خروجي مع حضرتك في أكثر من عنوان، أنا دائما نحب ندخل في كثير من المجالات المختلفة. نعم. ودائما متشرف جدا 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 يعني دائما شارك في المواضيع الهادفة. والإنسان اللي لم يتشرف أستاذ أحمد بظهوره نعم. في موضوع نعم. يتعلق بالقرآن الكريم وهو أفضل العلوم وأسماها وأحسنها على الإطلاق، ففي نعم. شنو بيشارك بالله؟ نعم. فالقرآن الكريم هو نفسه فضل، وهو العلم المشرف. نعم. والذي يشرف صاحبه ويتوجه تاج الوقار يوم القيامة،
والله سبحانه وتعالى فضله وشرفه وزاد بهاء وجمال على جماله أن هو يعني يشفع حتى يعني من أهله ومن ناسه، مش غرو فضل دي هو بس. جميل. فالقرآن الكريم يفضل صاحبه ويجعل من أهل الفضل هو ومن معه من الذين ينتسبون له. نعم. أما عما يتعلق بكلمة في أهل الفضل، فبالله من النيل نتكلم على أهل الفضل اللي أفنوا عمرهم وجاهدوا في هالعلم، هذا علم القرآن الكريم، حتى جعلت ليبيا هي الأساس، اللبنة الحقيقية اللي دائما كل ما يذكر القرآن تذكر معه ليبيا. وهذا الشيء شفناه في كثير من المسابقات، لما يخش ليبيا يقولوا هذا بيقيمها الأول. صحيح. فمعروفة طبعا الليبيين بها التشريف المبارك. نعم. أما عن سؤال حضرتك سيدي، هو كلمة في 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 في, في أهل الفضل. نعم. لابد نعرج على نقطة قبل ما ندخل في موضوع ثناء على أهل الفضل. تعش بدي اللي أنت تو بدي اللي زي الحلقة اللي فاتت. والله يا سيدي هي السلسلة. للمشاهد الله يرحمه. لا ما هو تتذكر الحلقة اللي فاتت. لما الأستاذ علي كان معاك عرفت. أحمد الشريف وعبد الكريم. نعم. بهي نحن في الانتظار. رب يحفظك. شكرا لحضرتك. من باب الله يسلمك. الله يعزك. أوكي نعم. فهو أنا متأكد من الشيخ علي وبنسى شوفه شيخ محمد واد انتجمت الشيخ علي لو بدك. نعم. فموضوع أهل الفضل، طبعا الدين الإسلامي يتميز بعلم الأسانيد، علم السند. نعم. وهو الاتصال الصحيح بالسلسلة المشرفة. نعم. من عصر نحن في 2022 فرنجي مثلا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول العكس ونقول من ذاك العصر للآن. نعم. هو طبعا هي نعم. الهرم الأعلى. نعم. والقمة. صحيح. والأمر اللي هو نعم. الأسمى. نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بالضبط. والقرآن الكريم. نعم. يا سيدي. نعم. جانا بالتواتر. صحيح. وهو ما يرويه جمع عن جمع. نعم. يستحال تواطؤهم عن الكذب. صحيح. فالقرآن الكريم مهما كانت الطوائف والمذاهب والشيع والفرق، هو القرآن الكريم يجمع الجميع على كلمة سواء. نعم. نعم. وطبعا القرآن الكريم لما نذكر أهل الفضل، فأنا دائما يخطر على بالي في أكثر من علم اللي هو سيدي الدكتور أحمد القطعاني. نعم. دوره سيدي الدكتور أحمد القطعاني أنه هو بحث في العلم هذا، أنه هو ترجم بالنفيس الطرابلسي. نعم. وهو المقرئ والرجل العظيم في هذا العلم، وهو من يوصل إليه جل الأسانيد. نعم. القرآنية تمر على هذا الرجل. نعم. والشيخ أحمد القطعاني وهو من أهل الفضل في هذا المجال، أنه يعني حاول والحمد لله استطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أنه حقق له الرجل هذا وبين أن نسبه طرابلسي ليبي. نعم. بن 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 شيخنا بن نفيس. لا تتكرر أنت طبعا صديق، ولما أقول لك حميدة ما رأيك أن احنا ممكن أوكي نعرج على هذا لاحقا، لأن الآن هو السؤال كان أهل الفضل صح؟ أهل الفضل ككل. أه. لا الآن توني بنرخي بيك، تعرف أنت صاحب بنرخي بيك. أه. لا ليش؟ النقطة مبتورة يا سيدي. لا لا بسيطا نختم الكلمة لأنها مبتورة. تفضل تفضل. فبنزي بن نفيس هذا الطرابلسي. نعم. يا سيدنا لما ذكره سيدي أحمد القطعاني، الدكتور أحمد القطعاني لما ذكر في السند هذا، قدر أن سيدنا أحمد القطعاني أنه هو يخلي السند هذا سند يبينه أنه هو ليبي، وأن السند هذا أصبح سند ليبي قرآني. نعم. وأن ليبي أصبح أهل الفضل مش يحفظوا في القرآن فقط ويصلوا به في التراويح فقط، بالعكس عندهم حتى سند يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جميل. وهذا أشرف وأسمى. نعم. أنواع التفضيل. جميل. فهذا نستهل به اللي هو الدكتور أحمد القطعاني. نعم. كأنه هو كونه من أهل الفضل في هالميدان هذا. هذا باختصار. نعم. شيخ لحب الكلام أنا رأو نمازح في صديقي الأستاذ محمد نظر لأنه صديقي، وبالتالي هذا حدث في الحلقة الأولى يعني الماضية اللي هي ما قبل الماضية هي الليبيون مبصرون. أستاذ علي أكرر لك الشكر على تلبية الدعوة، خصوصا أنك أنت جاينا من بقرين هيشة من يعني 300 كيلو، فهذا شرف لنا صدقا يعني. بارك الله فيك. أستاذ علي نفس السؤال لو تتكرم كلمة في حق أهل الفضل في العموم، بعدين ممكن نستعرضهم لأن عندنا حتى احنا تسجيلات إن شاء الله حنسمع لتسجيلات من الأجيال الثلاثة، ونتحدث كذلك عن ليس فقط التلاوات
وإنما كذلك عن دورهم في المسابقات الدولية ودورهم في مراجعة المصحف الشريف لو تتكرم. وأرجو أن لما تتحدث في العموم كذلك تحدثنا على مدينتك. أولا نحييك أستاذ أحمد على استضافتك لنا. وما توفيق. بارك الله فيك. واجبي هذا واجبي. ونحيي طبعا ما ننسوش الناس اللي خلف الكواليس. نعم صحيح. اللي بادلين مجهود. صحيح. أجمل تحية للجميع. أهل الفضل قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. جميل. لابد أن الإنسان يسند الفضل لأهله، سواء الناس اللي ليهم فضل علينا خاصة والناس اللي لها فضل عامة على البلاد. جميل. ولابد ونحيي أيضا الشيخ محمد السامي. بياخذ منك الكلمة تو. الشيخ محمد وادي. نعم. مشكورين أيضا. نعم نعم، هو اللي نسخ وشكل التنسيق، ربي يحفظه. نعم. أولا لابد في هذه الأمسية نترحم على الوالد اللي كان ليه فضل ودعم لي في اتجاهي في هذا المسار، مسار القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم. كان اكبر داعم لي، وكان كان دائما يحط في على قراءة القرآن، وهيأ لي جميع السبل والظروف. جميل. وايضا لابد ما ننساش شيخي الاول اللي هو الشيخ بالعيد، اللي نعم. اللي الحقيقه بذل معانا مجهود في بدايتنا، وكان في ذاك الوقت ممكن عمري 12 و13 سنه. نعم. خلينا نحيوه بالعيد. من؟ بالعيد العجرم، هذا ربي ينعم عليه بالصحه. نعم. قاعد الى الان بهذا المجهود في. نعم. في مدينه الهيشه. ربي يطول في عمره. الحقيقه هو اللي في البدايه هو اللي قرينا معاه القران واعطانا الابجديات اللي لازمه لحفظ القران الكريم. جميل. واعطانا حتى كيف نكتبه، وكيف وعلمنا ايضا حتى الاملاء. تعرف انت استاذ احمد، اي واحد يكتب القران الكريم وكذا حتى الاملاء بتاعه تدرج كيف. نعم نعم. جميل. فالشيخ بدل معنا مجهود كبير وكبير جدا في ورانا كيف نكتبه، ورانا كيف نمحو اللوح. والحقيقه ان مهما نتكلموا عليه في هذه اللحظات ما نقدروش ان. نعم. نوفوه حقه. وننتقلوا بالفضل ايضا ان نسمي فيها عاصمه القران اللي هي مدينه زليتن. نعم. اللي درسنا فيها، هذه تعتبر لها فضل. نعم. على ليبيا وعلى ايضا حتى خارج. نعم. ليبيا، لان. نعم. درسوا معنا في انت خريج الجامعه في الاسمريه. نعم. قرينا. نعم. القران. جميل. درسوا معنا حتى من شعوب اخرى، نتذكر من رواندا. نعم. شعوب اخرى ومن. نعم. تونس، وهذول كلهم درسوا قران. نعم. في الزاويه الاسمريه. صحيح. اللي الى الان عامره بكتاب الله وحفظ. الله. نعم. كتاب الله صدقا يشهد لها بالفضل. وهذا الفضل للزاويه الاسمريه خاصه، لمدينه زليتن عامة وللزاوية الأسمرية خاصة، والمشايخ اللي درسوا في الأسمرية، منهم من توفاه الله. نعم. ومنهم إلى الآن قاعد يجاهد ويحفظ في كتاب الله، دي كلهم ليهم فضل. نعم. نعم. وسيأتي الذكر بهم لاحقا. نعم. بإذن الله. جزاك الله خير، طرح جميل للغاية. طرح جميل. أستاذ محمد، شيخ محمد عفتاح وادي، ربي يحفظك. يعني أنت عندك تسجيلات موجودة في اليوتيوب، وحنستعرض بعضها فيما سياتي ان شاء الله. نفس ما بيش نقول سؤال، كلمه في حق الافاضل في العموم لو تتكرم. نعم. اول الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اولا نحييك يا استاذ احمد على هالبرنامج الطيب. وما التوفيق لله. ونحيي الكادر الاعلامي. نعم. مجهوداتهم طيبه بارك الله فيهم. نحيي المشاهدين الكرام ونمسي عليهم بالخير، ونقول لهم كل عام وهم بألف خير وصحة وعافية بمناسبة شهر الفضيل، شهر القرآن، شهر رمضان المبارك. بخصوص أهل الفضل، هذا الناس ينحطوا فوق الرأس يعني. جميل. ودائما كما تعبر عليهم تبحث عن تعبيرات والكلمات الطيبة، مستحيل أنك أنت توصل لحقهم حقيقة يعني، وخاصة في هذا المجال الطيب.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني نعم. هذا من خيرة الناس. جميل. فالفضل أصلا مسبق لهم. خيرية لهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد على ذلك أنهم خيرية لهم. خيرية لهم. نعم دائم. صحيح. وابدا. فهذا من أصحاب فضل وأصحاب خير يعني وبركة. نعم. ما شاء الله. نعم. وربنا إن شاء الله يكرمهم يزيدهم إن شاء الله. إن شاء الله. اللي توفى الأجر ربنا يرحمه ويغفر له ويرحمه. نعم. واللي نعم. مازال إن شاء الله يبارك نعم. في عمره. إيه. ويزيدهم عنا كل خير. ويزيده نعم. ويجزيهم عنا نعم. كل نعم. خير يا رب العالمين. نعم. احنا توا عندنا كثير من التسجيلات واختياري للتسجيلات كانت بعد مراجعة حضراتكم طبعا ان في من لو صحت تسمية الجيل الاول مثلا من القراء وممكن تسمية الجيل المتأخر وحتى الجيل الصغير جديد بكل فالبداية بالمرحوم شيخ القراء مصطفى قشقش رحمة الله عليه نسمع منه دقيقتين ويليه في نفس الفيديو ربي يطول في عمره الشيخ أحمد القريو نشاهد معا وبعدين لنعود إن شاء الله. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. غفر الله تعالى للشيخ مصطفى قشقش اللي شفناه أولا، ورب يطيل في عمر ويشفي القاري الشيخ أحمد القريو. سيد محمد، لو تتكرم تعليقك على هذا الفيديو. رحمة الله على القراء الأحياء منهم الأموات. نعم، جميل. ورحم الله كل المشاهدين الأكارم. نعم. وعنا معهم الشيخ مصطفى أحمد قشقش العلم الليبي. نعم. طبعا اسمه مذكور حتى في المصحف، وهو رجل يعني قارئ عظيم. نعم. من خريجي فنقول مذكور في المصحف في نعم. اللجنة في اللجنة. نعم. لا هو ما هيش آية نزلت في حقه. لا لا استغفر الله. لا 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 إنما هو اتفقنا هو في لجنة المصحف. نعم. 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 وهذا طبعا يعني تشريف لهما في الشك. نعم. الرجل هذا يا سيدي يعني يمتاز بحفظ قوي جدا جدا جدا. نعم. مع تمكنه في علم الأحكام، أحكام القرآن الكريم. نعم. وضبطها ضبطا صحيحا، فهو رجل يعني يقرأ القرآن بقراءة. نعم. محققة وعلى أكثر من وجه. نعم. نعم. وطبعا الوجه الموجود عندنا الآن. نعم. قالون. نعم. وليبيا لها فيها عندها كثير من القراءات، وهي الدولة الوحيدة. نعم. على الإطلاق اللي تقرأ بأربع روايات. جميل. الشيخ مصطفى رحمه الله تعالى. نعم. هو من خريجي الزيتونة، جامعة الزيتونة بتونس. وهو يعني في أكثر من لجنة من لجان التحكيم، سواء كانت الدولية. نعم. والمحلية. جميل. وما فيش أي مسابقة إلا تمر. صحيح صحيح. والشيخ القريو أيضا يعني هو من في عمره. اللهم أمين رب العالمين. متعب بالصحة. فهو أيضا يعني من 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 قراء مدينة يعني طرابلس، وهو له ما له من التسجيلات القديمة. نعم. وهو رجل مخضرم عاشر أو عاصر القراء القدم والتقي بالقراء الجدد. نعم. هذا باختصار زي ما طلبت. نعم. حضرتك. نعم. سيدي على كلمة التقى ولا التقي. إيه. ولا مصادفة في ممكن تقريبا من أربع شهور فاتوا. يا سلام. مشيت تشرفت بزيارته في البيت أنا والأستاذ الباحث والراصد في التاريخ والتراث الليبي الأستاذ عبد السلام بن سعيد. يا سلام. فتشرفت بزيارته. نحيوه. سبحان الله. سبحان الله. ما خشينا للبيت واستقبال الرجل والابتسامة متاعه تو أربع خمس شهور لا أذكر. تبارك الرحمن، رجل بركة. الله. والله رجل بركة سبحان الله. لازلت أذكر كل هذه الأشياء هيك في حاجة في بيته في هو قرآن ابتسامة. قرآن يا شيخ. نعم. قرآن هذا. نعم. نور القرآن. على ذكر الأستاذ عبد السلام بن سعيد، طبعا زي ما عطيت الصفة وأنتم عارفين وأدرى، بل هو أكثر من هذه الصفة أنه راصد وباحث في التراث. نعم. الليبي. أخذت منه كلمة في حق الأفاضل اللي هم القراء، وحنتعرف فيما بعد على ماذا تعني القراء من حضراتكم وماذا تعني المقري والقاري وغيره. نشاهد معا كلمة الأستاذ عبد السلام بن سعيد في حق هؤلاء الأفاضل. الحديث عن القراء وعلى أهل القرآن وخاصة في شهر رمضان بالذات يعني شيء جميل جدا، وخاصة لما تتناولوا في مثل هذه الحلقات الطيبة. أهل القرآن هم أهل الله، وخاصة وهم يعني الحقيقة تيجان الرؤوس. لما نتكلم عليهم تبرز العديد من الشخوص في المجال هذا، في مجال القراءة والإقراء، في مجال التحفيظ، في مجال الأساتذة في التجويد وفي الترتيل وفي التحفيظ. كانت تعج بهم مدينة طرابلس وليبيا. والحقيقة أنا عشت يعني كان حظي أني نلتقي بالعديد منهم، يعني من اللي فعلا كانوا مميزين في المجتمع الليبي يعني، وكانوا حتى على المستوى العالمي يعني، أمثال الشيخ محمد بوسنينة اللي ليه الفضل وربنا إن شاء الله يستمطر عليه شهدي بالرحمة والغفران في تسجيل أول ختمة لرواية قالون عن نافع ومتداولة في العالم الإسلامي يعني. والرجل عربي حباه بصوت جميل يعني لما تستمع لقراءته ومخارج الحروف، وأيضا حتى في تنقل في المقامات يعني شيء جميل جدا. وفعلا شرفنا في ماليزيا وشرفنا في إيران وشرفنا في السعودية.
أيضا الشيخ يوسف نصير ربنا يمتعه بالصحة والعافية، يعني صوت جميل وعندها تنقلات وعندها مساحات متاع الصوت. هؤلاء طبعا هم من خريجي مدرسة الشيخ مختار حورية رحمة الله عليه. وما أدراك ما الشيخ مختار حورية، لما تقول مختار حورية اللي هو آنذاك شيخ المقاري في مدينة طرابلس. أيضا الشيخ أحمد دقريب ربي يمتع بالصحة والعافية، الشيخ لمين قنيوة، الشيخ أحمد، الشيخ محمد المصباحي، الشيخ أنور الحاراتي، الشيخ الأمين تومي، الشيخ المصري بالحاج، مجموعة طيبة، مجموعة طيبة هؤلاء يعني تفننوا بصراحة في تحبير القرآن يعني، والإجادة في التلاوة والإجادة في التجويد. أنا كنت معجب أيضا أشد الإعجاب بالشيخ محمد الصربوط. وهؤلاء يروا كانوا مقرئين في المساجد متاعنا، كانوا مقرئين في مساجد مدينة طرابلس يعني، خاصة في شهر رمضان يعني تصبح تعج المساجد بالمصلين، وكانوا يعني يستمعون إلى تلاوات قبل صلاة الجمعة في الليالي الرمضانية. يعني مجموعة طيبة، والحمد لله يعني ليبيا ولادة، يعني عليه خطاهم يعني برز العديد من الشباب ما شاء الله اللي الآن يؤم المصلين في صلاة القيام. أيضا وراه هؤلاء السادة حتى أمثال الشيخ مصطفى قشقش وغيره، هؤلاء يروا يعني جلسوا على رئاسة لجان التحكيم في المحافل الدولية ليس في ليبيا فحسب. وهؤلاء من السادة اللي هم يعني كانوا مراجع حينما تطبع المصاحف في ليبيا وغيرها. يعني الحمد لله يعني احنا بلد القرآن، وفعلا صدق من قال ان هي بلد المليون حافظ، وفعلا لا زالت يعني مساجدنا ولا زالت كتاتيبنا ولا زالت مدارسنا القرآنية ومعاهدنا تخرج من نعم. أجمل تحية قلبية للشيخ والأستاذ عبد السلام بن سعيد، ربي يحفظك. تبارك الله الكلمة اللي قالها، جامعة، صدقا جامعة، فتحدث عليهم، سرد بعض الشخصيات، وبين أن فيهم من مثل ليبيا في المحافل الدولية في لجان أو مسابقات التحكيم القرآن الكريم. سواء الأستاذ عبد السلام بن سعيد، أحيوه، أنه هو موسوعة في فعلا في عنده دراية بالقراء، وعنده دراية في لما تجي لمجال الإنشاد تلقى الأستاذ عبد السلام بن سعيد، ولما تجي لمجال القرآن والقراء تلقى الأستاذ عبد السلام بن سعيد. فنحيوه في هذه الأمسية. ربي يحييه جدا والله. وبالمناسبة حيكون ضيفنا إن شاء الله في الحلقة بعد بكرة اللي لها علاقة ب العلماء الافاضل ما شاء الله. نعم نعم ان شاء الله. الله علماء ليبيا الافاضل ان شاء الله. طيب حتى معك هو الاستاذ. نعم نعم في مصر. كنت نحكي هذه الكلمه الجامعه، جمعت بين الاشاده بهم كقراء، وانهم مثلون في المحافل الدوليه في المسابقات الدوليه، سواء مثلا مسابقات التجويد او مثلا التلاوات او الحفظ، وكذلك بعضهم ساهم وشارك في وليكن مثلا اعداد أو مراجعة المصاحف الشريفة، سواء المصحف الأخير أو قبل. أستاذ علي ضيفنا من الهيشة من بقرين، شكل لك 300 كيلو اللي درتم و300 رجوعا. أنسنا شيئا. نعم. بارك الله فيك. تخليه لي عاد. فرحان بيها. أستاذ علي، يبدو أن التسجيل لكل ما يمكن أن يقال عنه عطاء إبداع، سواء مثلا فكري أو مثلا فرضا فيما يتعلق بالعلوم الدينية والعلوم الكونية وغيرها، التسجيل وأي وسيطة من الوسائط مثلا فرضا على مثلا كاسيت، على ريل، على سي دي، والمخرجات متاعها تطلع مثلا فرضا على الراديو والتلفزيون. صحيح. أو هل لحضرتك تسجيلات من تلاواتك الرائعة فيما سمعت أنا شخصيا؟ هل عندك تسجيلات في أي من هذه الوسائط؟ والله يا أستاذ أحمد، في الحقيقة التسجيل بشكل رسمي ما سجلتش طبعا بشكل رسمي، لكن قد يكون في اللي يسجل وراك في صلاة التراويح. نعم. أو كذا، في اللي يعجب بصوتك في صلاة التراويح ويجي يقول لك راهو سجلتك أو كذا، لكن بشكل رسمي لا أستاذ أحمد. أنا أدعوك ونتمنى لك
ندعي لك وادعوك في الوقت نفسه ان شاء الله، لان اعتقد تسجيل زي اللي حضرتك قامه زي حضرتك لابد ما نحرموش الناس منها. بعدين انت عارف ان كما يقال زكاه العلم، فكذلك انتم زكاه هذه التلاوات غير ان هي تتسجل وتنتشر للاخرين. نطلب من حضرتك طلب اخوي رقيق بسيط انك انت تتحفنا بتلاوه من تلاواتك الرائعه للقران الكريم، هل ممكن؟ بكل سرور. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، تبارك الله، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، تبارك الله، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. تبارك الرحمن. الله فيك. أنت توك بهذه التلاوة الرائعة صدقا المباركة، هيك فعلا تخليني نجدد لك الدعوة الكريمة اللطيفة انك انت شيخنا لابد تسجل ان شاء الله، يعني ما تحرمش الناس من تبارك الرحمن جمال صوتك والطريقة والتلاوة، يعني بأمانة من عشرة اكثر من كلمة، ربي يحفظك ويزيدك تألق ان شاء الله. الله فيك ربي يحفظك. الشيخ محمد وادي، الشيخ محمد مفتاح وادي، انت تبارك الله عندك تسجيلات في اليوتيوب نازلة، ممكن عددها غير كثير لكن برضو عندك تسجيلات، فعلى اعتجاد حنسمعوا لتسجيل ان شاء الله الفيديو ما بعد القادم، وحيحكموا الأحبة، لكن هل تتكرم انك انت تتحفنا بقراءة في هذه الجلسة المباركة؟ نتشرف بذلك. اوكي، شرف لينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله تبارك الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. تبارك الله. تبارك الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. تبارك الله. تبارك الرحمن. تبارك الله. جزاك الله كل خير. سبحان الله. هذا التجويد الرائع الجميل فيه تساؤل بهذا الخصوص، أن الملاحظ أن الأعمار الكبيرة أو خلينا نقول مثلا الأجيال الأولى تحب التجويد، سواء مثلا من القراء الليبيين او المصريين، خصوصا العمالقه المصريين المنشاوي والحصري وعباس. لكن الجيل الجديد بما فيهم ابنائي واقرانهم وغيره، وكان التجويد بامانه غير محبب لهم، ما بيش نقول مثلا مكروه، لكن غير محبب، ويحبوا يسمعوا التلاوات يعني كتلاوه خصوصا متسارعه. فهل من يعني تحليل لهذا الموضوع، هل هي مثلا فرضا فتح عيونهم على التلاوات السريعه، مش سريعه عفوا، التلاوات المعتاده، يعني قصدي هل من تحليل او فرضا كلام في هذا الخصوص؟ التجويد شيء جميل، تجويد مبارك كذلك حتى هو، علاش غير محبب عند النشء الجديد؟ نعم. هو لو يسمحوا لي الساده ولا في حد؟ تفضل الله فيك. هو انا تحليلي اولا القراءات المجوده القديمه كانت قراءه احنا نقولوا بعلي، مصورينها تصوير مسجلينها بتسجيلات قديمه. اما القراءات الحديثه زي القراءات اسمها فيها السريعه على مقام الكرد او النهاوند، القراءات الخفيفه احنا نقولوا، هي قراءات خش عليها المونتاج الصوتي والمكساج الصوتي والتعديلات الصوتيه. وللاسف في الاونه الاخيره استاذ احمد شفت حتى انواع تقنيات للموسيقى زي الفولوكو زي الهارموني زي السكند فويس وكذا، خشت عليه القراءات القرانيه. نعم. فجملوها وفتلكوها ونظموا لها امورها حتى اصبحت جاهزه. يعني لو انت ممكن تسمع لقارئ على اللايف على الهواء زي توا ما تقدرش تسمعه. نعم. لما يخش في استوديو ويعدلوا عليه ويمنجوها ويوسوها ويديروا لها ايكولايزر ويديروا لها يعني ساوند افكت، يديروا لها حاجات زي توا. نعم. تصبح يعني قراءه اقرب ما يكون للاسف الى الموسيقى بها الفولوكو بها السكند وبها الهيرموني وبها الامور هذه. هذا التحليل الاول. الشطر الاول. الشطر الثاني ان احنا الان اصبحنا سيدي في عالم سرعه، كل شيء نبغى نكون سريعين. وانت لما عقبت بتعليقك الرائع الجميل قلت القراءه السريعه فعلا، لان القراءه طبعا انواع، التلاوه والتدوير والحذر والتجويد تقريبا، صح ولا شيخ؟ اللي هي التجويد غير ترتيب، العكس كزمن، التجويد اولا كسرعه. كسرعه. نعم. والتجويد هو اعطاء كل حرف حقه ومستحقه. القراءه تسمى القراءه المحققه. جميل. التي كانت تستعمل في التلقين. نعم. فاصبحت الاجيال هذه تسرع وتسرع وتسرع، تريد الاشياء السريعه، الساندويش. نعم صحيح. صحيح. كل شيء. فهذه شيء من التحليل. للاسف حتى الاذان في طرابلس، لا ادري عن سائر المدن الاخرى، حتى هو خش لي مساله السرعه في الاذان، علما ان ان ان, إن الهادي النبوي يقول على اساس ان ايش الاذان ياخذ وقته، نسيت ان الحديث لو حضراتكم تعرفوه، والاقامه تكون هي السريعه. فاعتقد من التلفزيون والراديو اللي خلوا في الاذان من سنوات طويله، خلوا في الاذان سريع، ممكن تأثروا به المؤذنين الشباب جدد تلقاه، وهذه مخالفة كبيرة. الأذان لابد ياخذ وقته وفي فترات معينة. أنا نحب نرجع للنقطة الأولى اللي هي نقطة استخدام التقنية في تزيين الأصوات وغيرها. هل نقدر نقول مثلا ما لم يتم الإخلال بالأحكام، أحكام التلاوة، هل هذا مجاز؟ كأن ايش أخذا منا مثلا حسنوا أصواتكم بالقرآن؟ ما في شك لما يكون حديث في الطبيعي ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. نعم. وحديث كثيرة تدل على على على
على استحباب التلاوة والتغني بالقرآن فيما هو مباح وفيما هو طبيعي تحت الطبيعي يعني. لكن أقصد لك التقنيات الفلوك وغيرها تقنيات أصبحت موسيقية محضة يعني دارت إخلال نعم أخلت بالقواعد مدام أخلت بالإخلال أنا فاهم مرفوضة نعم ولكن الإشكالية سيدي علي أن الهوية الليبية في القرآن الكريم تلاحظ معي شيخ علي الهوية الليبية في كل شيء عام الشيخ في اللباس في التطيب في القرآن في كل شيء أصبحت معاش عندنا يعني أو إن شاء الله بإذن الله في بإذن الله لكن أصبحت تندثر أو تكاد أن هي تصبح أنذر ما يكون القراءة الليبية. أنا نتمنى من الجميع أن يتمسك بالهوية الليبية ومن ضمنها القراءة. شيخنا الجليل ماذا تقصد بالقراءة الليبية؟ يا سلام القراءة الليبية زي ما القرآن جانا بالسماع تمام وهي نوع من أنواع الرواية. احنا طبعا لما الشيخ علي الهيشي هو طبعا هو نحييه الحقيقه امام او من خلال هذه الشاشه انه يعتبر حتى لي انا يعني نافذه تمام يطل من خلالها القراء. عرفنا على مشايخ هلبة اللي قلت الهيشي واجدين وناس هلبة عرفنا عليهم فلقينا عندنا نكهه ليبيه اللي هي بالمقام احنا نحب المقام الرصد ومقام البياتي في القران الكريم فعندنا طابع خاص عندنا أسلوب نغمي خاص اللي هو أداء قرآني خاص يعني مثلا لما جينا المدرسة المصرية أكيد عندها مرجعية قصدي لو عندها مرجعية ما نقدرش نقول القراءة الليبية لأن احنا لا نبتكر صحيح ولا لا احنا ولا نمشي لمسألة الجيم المصرية بعدين شوف هو تأثير الجيم المصرية متى قصدي لو نقول القراءة هذا بس سألتك أنا ماذا تعني بالقراءة الليبية التأثير يكون مع الحفاظ على الهوية يعني مثلا لما نبي نتأثر بالشيخ المنجاوي نقدر نقول أعوذ مش أعوذ مثلا فأنت ما تطلعش من السياق اللهجة مثلا توا يعني لما أنت تجي مثلا تبي تقلد حد في شيء معين تقلد في 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 بعض المقامات لكن الأسلوب ثابت نقدر كسب الوقت مثل سؤالي اللي هو مثلا ماذا تقصد بالقراءة الليبية نقدر نخلوه عرفت كيف باش يعني نخلو شويه وعندي مثلا فرضا الأحبة الكرام الاستاذ علي او الشيخ علي وكذلك نفس السؤال لو تتكرم عادي ولا احمد انت صاحبي انا 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 انا, أنا قبل كانت لي قفله نبي نعطيك مثال يسعدني في سوره الفاتحه على الفرق بين القراءه الليبيه وغيرها فممكن نعطيك مثال مثلا القراءه الليبيه تكون على مقام بيتي مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم بطلت على النسق الليبي لما جيل الخليجي مثلا أو السعودي لأم تترين به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاك الله خير هو شوف عودة للنقطة أنا أخشى نحن نخش في سجال باهي نقول لك هذه مقامات أنت بتقولي لا مثلا لا مقامات صحيح أنا صحيح خلص مقامات. أوكي ما هي نحن متفقين لكن المقام نفسه البياتي نفسه أيوة نعم أيوة هو نفسه أيوة بياتي لكن هو خليجي مثلا القراءة الليبية لا نقدر نقوله لأن شوف إقليمية أحمد أنت صاحبي ولا أحب الكلام نعرف أنك أنت صاحبي ليه نقصد لك ليه طبعا سيدي لو تبي تسأل وتعرف إجابة طيب لو تبي تسأل وتجاوب هذه لا قصدي ما نبغوش نشدوا هذه الجزئية لأن عندي ما شاء الله هلبة فيديوهات يا سلام يا سلام وعندي غير الفيديوهات هلبة مواضيع خصوصا خلينا نشرب مية أمال صح صح أوكي الشباب ربي يحفظكم جميعا الأفاضل اللي تحدثوا عنهم
وسمعنا البعض وحنسمع فيما سيأتي إن شاء الله عندهم علاوة على إن هم مقرئين، فهم كذلك يقروا غيرهم ويمروا في علوم غير علم القراءة وغير التحفيظ، وكذلك مشاركين في مسابقات دولية كحكام في لجان تحكيم. فممكن لو تتكلموا وتحدثوا عن هذا الخصوص لبيان أن مناقبهم مش فقط التلاوة والتسجيل وهكذا. تفضل. هو أستاذ أحمد، قبل أن ننتقلوا للنقطة هي بنتكلموا عن النقطة اللي فاتت، يجب أن الناس أو القراء وأهل القرآن إن ما ياخدوش القرآن مجرد نغمات. هو لا شك أن حلاوة الصوت في القرآن رسالة محبب جميل، ولكن لابد القارئ للقرآن أو المعلم للقرآن أو أهل القرآن لابد يكون تركيزه على المعاني، على معاني القرآن. نعم، ولابد يأثر فيه القرآن طبيعي. إذا جميل. إذا أنت تقرأ في القرآن وما أثرش فيك القرآن، نعم، معنى شن فائدة مثلا صوتك ولا شن فائدة حلاوتك للصوت؟ لابد المغزى، احنا مش ما نضيعوش المغزى الحقيقي من القرآن اللي هو العمل به، لأن نعم. لو الواحد نعم. ما تخلقش بالقرآن وما عملش نعم. بالقرآن، ولهذا يطلب التدبر أولا، يطلب التدبر نعم. والعمل به بعد. نعم، بعدين نجي العمل. نعم صحيح. لابد حتى الإنسان يكون، لأن لما سئلت السيدة نعم. عائشة نعم. قالت قرآن يمشي على الأرض، نعم صح، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم جميل، هذا لابد أن نوهولها، مش ما تاخذش الشباب نعم. وكذا تاخذهم يركزوا على الأحكام وحسن نعم. الصوت وكذا، ويسيبوا المغزى الأصلي اللي هو نعم. العمل بالقرآن، اللي هو لأن هذا القرآن اللي هو هذا دستورنا. نعم، سلام عليكم. هذا اللي حبيت أن سماوي، دستور سماوي، دستور سماوي أكيد. نعم. أما بالنسبة لأهل الفضل القراء، ما شاء الله، لو الواحد بيتكلم على مشايخنا اللي قروا في القرآن، ولو بيتكلم على المشايخ اللي تقلدوا في لجان التحكيم في نعم. ليبيا وخارج ليبيا نعم. فلو نتكلم احنا معاش ان نعم. نودل الصبح احنا نصرد ونبدو من على راسهم الشيخ البهلول بعرقوب. ايه. هذا حنشوفوه بعدين، نحيوه في هذا الفيديو. نعم، عندنا الفيديو مع المتسابق محمد المشهور عمارة. نعم، فيديو متداول صحيح. محبوب عند الناس صحيح. نعم، بإذن الله حنشوفه بعدين. والشيخ داود حمزة حتى نعم. هو حتى هو عندنا لي إن شاء الله. على ذكر هؤلاء الأفاضل، في فيديو إن شاء الله يضم العمالقة الزوز الشيخ محمد أبو سنينة مع الشيخ لمين قنيوة. نعم. نستمع وربي شو بنقول لك يعني يغفر لهم جميعا. نستمع معا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية،
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويرحمهم. آمين. هذا عمالقة. فيما يميز الشيخ محمد أبو سنين رحمة الله عليه إنه هو يعد أول المشايخ اللي سجل ختمة كاملة على الكسيت برواية قلوب. نعم على الكسيت. ورحمة الله لم يجني وكما هو معروف متعدد العطاء رحمة الله عليه على وكون أنه هو قاري وعنده تسجيلات فهو كما معلوم أنه هو من أهل الفن أهل الأذكار وغيره وكذلك أنه هو رياضي وكان حكم كورة. صحيح. أحب الكرام فاصل ولنعود سريعا إن شاء الله. مرحبا مجددا استاذ محمد الشيخ محمد وادي ربي يحفظك. انت لما طلبت من حضرتك انك انت تتحفنا ببركات فكانت عباره عن تجويد رائع جدا وني الصدق من احباء تجويد خصوصا المعلم المنشاوي رحمه الله عليه وغير وبعض الليبيين
هل حضرتك بأمانة متأثر بمثلا فرضا شخصية ليبية من الأحبة القراء أو غير ليبية؟ والله هو الجانب هذا جانب تجويد القرآن الكريم و يعني طبعا الأصل في هذا الجانب أو هذا الطريق هي طبعا المدرسة المصرية. نعم أنا بدايتي طبعا كانت تأثري بالشيخ عبد البسط عبد الصمد من هنا عمري صغير يعني حلو. 9 سنوات 10 سنوات كنت بتأثر بالشيخ عبد البسط عبد الصمد وبعد يليه طول هو الشيخ محمد صديق المشاور القاري معروف. نعم فمشيت في السلك هذا وحسيت ان صوتي يتماشى مع القراء هذا المباركين والحمد لله يعني استمرنا في الجانب هذا بعدين تعرفنا على كمان تعرفوا على قارئ حتى يعني نعم. وصلنا مرحلة أن بدينا عندنا ذو دراية في هذا العلم يعني نعم. العلم التجويد في مسابقات كريم. في مسابقات نعم. خاصة للتجويد صحيح ولا أقصد إيه. خاصة لا تجمع بين مثلا حفظ القرآن والتجويد هل في مسابقات خالصة خاصة بالتجويد في ليبيا أو حتى غير؟ لا هي المسابقات دائما يعني حفظ وتجويد القرآن نعم. الكريم مع بعضها لكن خاصة هي في خاصة مهرجانات نعم يعني زي جامعة أبو منجد إيه. كل سنة يعني يدير في دعوة إلى القراء معروفين في ليبيا وكنت أنا ذاك الوقت عمري صغير كنت نمشي حتى أنا نعم. أو نعرف بعض نعم. بعض الشيء من هذا الجانب الطيب يعني فكنت معهم يعني نقرأ في التجويد ونتعلم منهم أمثال نعم. الشيخ داود حمزة الشيخ عصام رباعي نعم. كثير من القراء ما شاء الله في هذا الجانب نعم. فكان يدير في مهرجان سنوي جامعة أبو منجد إيه نعم إيه. بخصوص هذا الموضوع يعني هذا الوحيد يدير في جانب خاص بالتجويد وأغلب المسابقات جامعة أبو منجل تبارك الله عنده عطاء رائع جدا نعم كيف هذا جامعة لي أثر نعم. كبير في التشجيع نعم نعم وإبراز هذا الجانب نعم. هل شاركت في بعض المسابقات ومثلا حققت فوز يعني الحمد لله الحمد لله عدة مشاركات محلية ودولية تبارك الله احكي لنا على الدولية نعم الدولية الحمد لله أول مسابقة شاركت في مسابقة تونس تونس جميل وبعدين جتني يليها مسابقة كاتارا اللي بفضل الله تعالى جبتها ترتيب الثاني سمعتك سامحني وين؟ مسابقة كاتارا في دولة قطر نعم نعم الحمد لله تبارك الله يعني حزنا على الترتيب الثاني نعم على المستوى العالم الإسلامي بفضل الله تعالى ما شاء الله إيه وثم جت مسابقة المغرب ومسابقة عدة بحرين عدة مسابقات مشاركات شاء الله يعني في اللي جبتها ترتيب وفي اللي نعم بإذن الله الحمد لله يعني نعم بإذن الله حنذكر حضرتك إن شاء الله نعم يوم الأحد القادم حلقة يوم الأحد القادم مخصصة للأحبة اللي فازوا في المسابقات الدولية والعربية والإسلامية وغيرها في الخارج من الجنسين حلقة خاصة لذكر أسمائهم وإن شاء الله حنتشرف بحضور البعض منهم حتذكر إن شاء الله بإذن الله يوم الأحد بارك الله فيك تشرفوا بذلك شيخ علي في عموم ليبيا هؤلاء القراء الأفاضل من ضمن مناقبهم كما يقال مؤثر منا هم جمعوا بين الحفظ والتحفيظ لكن كذلك جمعوا حتى ما يسمى بالعلوم الشرعية والدينية فتجد منهم مش فقط مقري وإنما كذلك حتى يكون أحيانا شيخ علم وعالم جليل لو تتكرم بعض النماذج في ليبيا في العموم والله يا أستاذ أحمد أنت توا حملتني أمانة لأن مرات واحد ينسى عالذاكرة عالذاكرة لا 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 عالذاكرة معفي أنت والله نبو أن نتطرقوا للمنطقة الشرقية نعم فيها مشايخ الحقيقة بدلوا مجهود وما زالوا يبدلوا في مجهود في تحفيظ كتاب الله تعالى نعم وتدريس علومه من بينهم الشيخ أحمد منسية اللي نوجهه له تحية في هذه اللحظات والله. نعم أجمل تحية هذا الرجل أفنى عمره في كتاب الله وفي تحفيظ القرآن الكريم نعم وعنده زاوية لتحفيظ القرآن الكريم في بنغازي حفظت العديد تبارك من الله. الشباب اللي حفظوا على يده كتاب الله وأيضا الشيخ صالح الصغير صالح درز أيضا نوجه له تحية هو وأخوه أيضا بدلوا مجهود في تحفيظ كتاب الله ومدارس وكانت لهم اجتهادات في كتاب الله من تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه وأيضا المنطقة الجنوبية حتى ما ننسوهاش نعم. الشيخ حامد الحضيري
والشيخ الشيخ محمد الغاثي المتمكن في كتاب الله، واللي وهذا وهذا الشيخ مشهور بضبطه وحفظه لكتاب الله، حتى سند في القرآن الكريم، وعنده سند أيضا، عنده سند في القرآن الكريم. جميل. الشيخ محمد مهتم بهذا الجانب. مرورا بطبعا المشايخ اللي في مدينة مصراتة وفي مدينة العديد، لو الواحد مرات يذكر ينسى اسم، فهذه من المشايخ لهم فضل في تحفيظ القرآن الكريم. نسميهم أهل فضل. أهل فضل، لأن لو الواحد ممكن ينسى اسم فيبدأ معدود شيخ بما جادت فيه الذاكرة إن شاء الله. من ضمن اللي جمعوا بين أن هم مثلا حافظ ويحفظ بغيره وبعض العلوم الشرعية أو العلوم الشرعية، عندنا فيديو للشيخ عثمان الترهوني. أجمل تحية. نشاهد فيديو من الشيخ الأستاذ عثمان الترهوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين قلوبنا بالقرآن وشرح قلوبنا بالصلاة على النبي خير الأنام. رب إن الهدى هداك وبآياتك تهدي من تشاء. مستمعي الكرام، كل عام وأنتم بخير، ونحن في شهر الصيام والقيام، إذ نتحدث عن القرآن وعن أهل القرآن. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في بلد القرآن لابد أن نشير في هذا الشهر المبارك إلى مشايخنا وقرائنا وعلمائنا. نبدأ بشيخنا الفاضل الشيخ رمضان المهلهل، هذا لعله كبير السن وأول من قرانا من كبار السن. الشيخ رمضان المهلهل كان يتلو أمامنا وكان يصحح الآيات وله خط ما شاء الله. ثم بعد ذلك قرأنا على الشيخ حسن المسلاتي، ثم قرأنا على الشيخ الهادي الدقة. هذا كلهم عظماء في القرآن والعظمة لله، يعني يعد من كبار أهل القرآن. ثم بعد ذلك الشيخ سالم الزوجي، ثم بعد ذلك الشيخ محمد الخازني، ثم بعد ذلك أخيرا وهو أقدمهم التقيت به الشيخ شكري الأحمالي لما جلس في مزران يستقبل الطلب ويسعى الطلب بعد أن تقاعد، فبدأ يبحث عن أهل القرآن. ثم بعد ذلك نذكر من القراء أقرأهم، وكما نعلم ولست مختص في هذا العلم، ولكن أحب هذا العلم وأستمع للقراء كثيرا. كما يقولون قارئ شمال أفريقيا أستاذنا وشيخنا الشيخ لمين قنيو، هذا قارئ أفريقيا وقارئ الليبيين، ولكل بلد لها قارئ. في تونس الشيخ علي البراق كان يذكر أنه الشيخ نسمعه، وفي ليبيا الشيخ لمين محمد قنيوة، وفي بنغازي الشيخ الهيم محمود هيمش معروف بقراءته، وفي مصر الشيخ محمود الحصري، وفي السعودية الشيخ علي الحديث. هؤلاء نجوم الأرض إلى السماء، فعلموا القرآن وقرأوا القرآن بأصواتهم وبما أعطاهم الله من قوة، فهم لهم الفضل، والفضل من عند الله، فنسأل الله أن يجازي أحسن الجزاء. ونريد في هذا الزمان أن ننهج منهجهم، لأن منهجهم لطريقة الأعلى. أجمل تحية قلبية للأستاذ الشيخ عثمان الترهوني، كلمة رائعة جدا. مصادفة جميلة إن هو أستاذ أو شيخ ضيفنا العزيز الشيخ محمد وادي. كلمة في حق أستاذك. الله في الأمسية الطيبة هذه في القناة المباركة نحب نحيي شيخي الشيخ عثمان الترهوني، ونحب نقول له كل عام هو بألف خير وصحة وعافية يا رب العالمين. طبعا الشيخ عثمان هذا كان يعني قري في جامعة صقع، وكان خطيب بالجامعة. نعم. طبعا
هو الأصل في حفظ القرآن الكريم كان الشيخ هشام التجوري. نعم. وكذلك إن شاء الله في هذا يعني الوقت المبارك أنني إن شاء الله نحب نعرج بأنه هو من الشيخ ذو فضل علي كبير يعني، وإن شاء الله ربي يرحمه ولا يبارك فيه ويطول في عمره الشيخ هشام. هذا في جانب الحفظ، جانب التجويد كان الشيخ عثمان ترهوني هو. نعم. اللي اكتشف فيه هذه الموهبة بفضل الله تعالى واسمعني، ومنها انطلقت يعني. نعم. منها يعني بدأ يعلم فيه بعض القواعد تبارك في الله. هذا الجانب طيب. نعم. واستمريت إلى الوقت إلى هذا الوقت تبارك يعني الله. الحمد. نعم. لله سبحان الله. احنا تحدثنا على الأجيال وكذلك تحدثنا على صاحب العطاء الكبير الحبوب المحبوب الأستاذ البهلول أبو عرقوب، وتحدثنا عليه بعض الأشياء ذات علاقة بفيديوهات تنتشر بين الناس نظر لأن المادة متاعها حلوة. في المادة متاع المتسابق اللي اسمه محمد فتحي عمارة. شوف لدرجة أنت ما عرفت على صور صديقنا. هذا الفيديو سبحان الله اللي تفرج عليه عاودة مرتين، هو قديم شوية ممكن قداس 7 سنوات نازل تقريبا في مزمار الذهبي 2009 اظن اكثر. جميل جميل استاذ محمد. ليه 11 سنه تقريبا. 11 سنه. نعم نعم. ان شاء الله ايش رايكم نشاهد هذا الفيديو؟ انا حاولت كيف ننقص منه، وجدت صعوبه ان ننقص منه لان كل حاجه فيه خصوصا تعليق اللجنه ولا تعليق الرائع البهلول ابو عرقوب رائع جدا، بعدين ولد كيف قاعد يمشي في المنشويات ويغير في المقامات، يا الله رائع جدا. نشاهد معا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. يا سلام. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بالله عليكم يا سادة توجيه، قريت الروح في كلمة الإنسان؟ إنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. إدي بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ عبد الفتاح اللي خلتني نقولها عاد. مقام تاني. عاوزين مقام تاني؟ ايوه هو ان شاء الله بيستجيب لك فرصه. يلا اعطينا مقام الصبا ده. لا اسمعنا الصبا النهوند. سيكا 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 ما سمعناش في سيكا. اعطينا مقام السيكا ده. عارف سيكا. عارف سيكا. يا ايها الذي خلقك فسواك فعدلك. خليك في نفس الدرجة باي. يا أيها الإنسان مغرق بربك الكريم. خليك كمل عليك ونغير لك وتغير معي باي. مش نفيد المستمع. يا أيها أي مقام دي. إيه لا خليك في السكة مش تواصله بس. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله يفتح عليك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كمل كمل كمل. كراما كاتبين يفعلون. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الشيخ صديق مشاوي الله يبارك فيه الله يبارك فيه. الأحبة الكرام، في الفيديوهات السابقة كانوا أحبة الضيوف يهدرزوا، مش يهدرزوا قصدي يعني، مع هذا الفيديو سبحان الله سكتوا. الفيديو هذا محقق مشاهدات كثيرة، 1.5 مليون ولا هكذا، يترفي كثير من الناس خصوصا أحباء المنشاوي. أجمل تحية للقارئ الحبوب المحبوب ومدرس ومعلم المقامات الأستاذ بهلول أبو عرقوب، خيركم تصمرتم بكيكة. نعم الفيديو مؤثر. وين الشاب الآن محمد فتحي عمارة؟ طبعا الشيخ محمد فتحي عمارة نحييه من خلال قناة ليبيا الرسمية، صديقي الحبيب وزميلي في قسم الدراسات الإسلامية، وصليت معه حتى فترة تراويح في جامع القبلاوي بالمنصورة، وأيضا ثم انتقل إلى مسجد ميزران حافظ القرآن ما شاء الله، محفظ في هذا المسجد وإمام صلوات وإمام تراويح ومتحصل على ليسانس في الدراسات الإسلامية، وإنسان يعني متمكن أمكن في المتحصلتي وعلى نضوج كبير. تبارك الرحمن عليك وعليه وعليكم جميعا. الله يحفظكم. عفوا مضطر نطلع فاصل. لحب الكرام فاصل ولا نعود سريعا إن شاء الله. مرحبا مجددا للحبة الكرام، حلقة اليوم عن القرآن الكريم وأهل الفضل في القرآن الكريم، تحفيظ وحفظ وصيانة وتمرير المعلومات وهكذا. جميل جدا. من ضمن مآتب ومناقب هؤلاء الأحبة إن هم ساهموا وشاركوا في لجنة تجميع ومراجعة القرآن الكريم في أكثر من نسخة، أخرها نسخة جماهيرية أو مصحف جماهيرية. ف حد من حضراتكم يشيد بهذا الدور الكبير. نعم والله يا أستاذ أحمد، المشايخ اللي تولوا مراجعة وتصحيح مصحف الجماهيرية مشايخ أجلاء. نعم. على رأسهم الشيخ أحمد قشقش. أحسنت. ومرورا ببقية المشايخ بذلوا مجهود في إخراج المصحف اللي هو على الرسم الداني، لأن عندنا احنا رواية قالون اللي نقرأ بها عندنا الرسم الداني والرسم الخراز. فالمصحف اللي ترأسه الشيخ أحمد قشقش والمشايخ اللي تكلمت عليهم، المصحف الطبعة الأخيرة اللي هي الرسم الداني، فالحقيقة أبدعوا فيه ونقحوه وطلعوه في أبهى وأجمل صورة في، لأن نعم. كان الرسم الداني ما كانش مكتوب في، ما كانش أو طابعين له مصحف. نعم. هذه الطبعة اللي نقحها المشايخ وبدلوا فيها مجهود، الحقيقة أن عمل جبار اللي هو المصحف الداني، مصحف ما يسمى. نعم. مصحف جماهيري.
نعم جميل. طبعا احنا لما قلنا ان الحلقه هذه نحاول ما امكن ان احنا يكون تقسيمنا مش تقسيم مثلا الفئه العمريه ولا مثلا التوزيع الجغرافي لهؤلاء الافاضل، وانما هو فيما يتعلق بمن سجل ومن لم يسجل. نظرا لنا اللي سجلوا يعني التاريخ حيحفظ لهم اصواتهم مش ذكر اسماء فقط، فهل تتكرموا تحكوا لنا مثلا على ناس افاضل من اهل العلم اللي تتلمذ عنهم هؤلاء الافاضل التانيين ولم يتم تسجيلهم؟ على سبيل المثال سؤال الان، هل العلامه الكبير مختار حوريه عنده تسجيلات؟ ما وقفتش على ختمة تامة. لك عنده تسجيلات؟ ما وقفتش عليها بشكل دقيق والله. نعم. بس هل بناس أعلام زي الشيخ رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه، الشيخ عبد الرؤوف قشوطة. نعم. إمام مسجد التركي رحمة الله عليه سابق. رحمة الله عليه. ومؤذن، وهو اللي أنا أخذت عليه بداياتي في القرآن الكريم. نعم. وأخذت عليه المقامات الصوتية وجمال الصوت. وكنت دنت في فترة صغير جدا جدا، فترة عمرية، وهو اللي أخذت بيدي فيها الفترة هذه. الحديث عنه يطول، بس هو من الناس الحقيقة عند بعض التسجيلات النادرة المشوشة اللي يعني ما يعرفوش الناس هلبة منهم. ووالده الشيخ الهاشمي قشوطة من أول بن قريب المقامات الصوتية في ليبيا، وأخوه الشيخ محمود قشوطة اللي في أجلة التحكيم مع الشيخ بربو عرقوب اللي شفنا تو الفيديو بتاع الشيخ محمد عمار. نعم. إيه، فهذا الشيخ محمود قشوطة أيضا ما عندهش تسجيلات، وهو ألم الشيخ عبد الرؤوف والشيخ محمود بأنهم قراء وحفظة وكذلك أصحاب علوم. الشيخ عبد الرؤوف قشوطة قري حتى عليه الشيخ البوطي في الفقه في سوريا، وعنده ماجستير في الشريعة. فإن كثير من القراء اللي ألموا بالفقه وألموا بالصوت الحسن والإتقان وما سجلوش للأسف والله. نعم نعم. لكن فرحانين بزي الشيخ مثلا عصام الرباعي اللي دار لنا ختمة توا، الشيخ أحمد العالم دار لنا ختمة، الشيخ وليد النايحي. الحق في شباب ما شاء الله ساروا على 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 سير نهج الأفاضل الكمل، السادة الأفاضل اللي خلونا يعني خارطة جميلة للقرآن الكريم يعني. ما شاء الله طرح جميل. وعلى ذكر التسجيلات نستمع، احنا سمعنا الأفاضل العمالقة الأولين ونستمع إلى المتأخرين. نستمع الآن إلى الشيخ داود حمزة ونور الدين. نعم مسلاتي. شكر لك مشاهد معك. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وما كبر سليمان
تبارك الرحمن رمز من رموز ليبيا والعالم الإسلامي الزوز طبعا. أوكي نعم أستاذ محمد شيخ محمد وادي لو تتكرم تعليق عن هذا الفيديو. هي قراءة طيبة في الفيديو الأول الشيخ نور الدين مسلاتي. نعم إن شاء الله قراءة طيبة جدا. نعم الشيخ نور الدين كان في جمع حركات في جورجي. نعم كنت خاطب مكي صلاة العشاء أنا ما أعرفش أني أصلي فيه سبحان الله. ايه. فسمعت قراءات الله يبارك ما شاء الله تدخل القلب على طول يعني. دقت. ثم انتقال للقراءة اللي بعدها وهي القارئ المعروف والمحكم الدولي في المسابقة الدولية. إن شاء الله. المحكم الدولي الشيخ داود حمزة. نعم. فما شاء الله يعني الشيخ داود كل سنة في رمضان صلوا ديما خلفه يعني تبركا بقراءته الطيبة. والشيخ ما شاء الله عنده قراءة متميزة يعني جدا خاصة جدا. به هو نعم دون صحيح. تقليد أو دون أي شيخ يقلد في شيخ معين ولا حاجة يعني. فما شاء الله يعني الشيخ قراءته يعني تشنف الأذان وتدخل القلوب يعني جميل بدون جميل. استئذان ما شاء الله أحسن. والشيخ داود صاحب فضل قبل ما نمشي مسابقات كنت نمشي له هو ويصحح لي في القراءة ويعطي فيها في النصايح فصاحب فضل الحق وإن شاء الله ربي يكرمه. عنده تسجيلات تجويد؟ تجويد ما عندهاش تسجيلات رسمية. اي نعم حقيقة يعني مش موجودة مش متاحة موجودة يعني. نعم لكن تسجيل يعني نعم. من أحد المحبين يسجلها في تسجيل ونزل على اليوتيوب أو نعم. يعني عبر الوسائل اللي ختمة خلصت صحيح نعم. نعم. حفص يعني رواية حفص نعم. 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 كذلك من المشاهير الأفاضل اللي محبوبين وين شخصيا نحب نسمع لهلبة الشيخ طارق دعوب نشاهد معا. الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تبارك الرحمن أنا اليوم شاهد تبارك الرحمن ممكن في كلمة أجمل من هيك الله أعلم ما أدري يعني لكن من صوت للصوت تبارك الرحمن. أستاذ محمد هذه التلاوة الجميلة هذا الصوت الرائع. نعم. الشيخ الأستاذ الدكتور طارق عبد الغني دعوب طبعا غني على التعريف. نعم. الشيخ طارق سلام. صوت عذب تمكن في المقامات الصوتية كنا نصلي وراه في التراويح لما كنا طلبة في زديتن نمشوا خصيصا نصلوا في وراه مع ما يعطل هلبق قراءته نمشوا الهيشة باش نصلي وراك خصيصا ان شاء الله تفضل ومع ان قراءته كان يعطل لكن ما نشعروش
بالوقوف لجمال الصوت. تبارك الله. راه لما تسمع الصوت على الطبيعه راه مازال افضل من. نعم. وكذلك نوجه تحيه لاخوه الشيخ شمسي والشيخ ماهر، ايضا قراء ثلاثه هم. تبارك الرحمن. الشيخ طارق والشيخ شمسي والشيخ. شكرا على المعلومه. كلهم ماهرين في القران الكريم. تبارك الله. وكلهم اصحاب اصوات عذبه، نوجه لهم التحيه في هذا المساء. تبارك الرحمن. تبارك الرحمن ما شاء الله. نعم. في اكثر من موضوع صدقا، لكن مازلت نقول ان الوقت ما سعفناش صدقا، وقد يكون قليل في حق هؤلاء الافاضل بتعدد عطاهم ومناقبهم ومآثرهم وغير وغير وغير. لكن استاذ محمد صاحبي حبيبي، لو تتكرم هيك كلمه في حق كل هؤلاء، يعني خلاص مش حنتناول شخصيه معينه في ختام يعني. نعم لو تتكرم. نعم مع يعني. كامل التقدير. نعم شكرا. نحييك سيد احمد مره اخرى، ونحيي كل مشاهدينا الاكارم. ليبيا تميزت بالقران الكريم، والقران الكريم هذا يعتبر تشريف لليبيا، هو على العالم الاسلامي كامل وليبيا خاصه. والحقيقه من الاعلام والافاضل نحيي الشيخ علي جحيدر اللي حفظ القران الكريم، وحفظ حوالي 8 أو 9 من ابنائه كلهم حفظوا لكتاب الله سبحانه وتعالى، فنحيي هذه العائله المباركه. ايضا الشيخ داود حمزه اللي يثلج قلوبنا ويريح ابداننا ويطرب اسماعنا بكلام الله سبحانه وتعالى. وايضا احيي كل اهل الفضل واهل القران، كذلك الشيخ الدكالي. نعم. العالم الشيخ علي اللي سمى هذه تحت الكواليس. لا لا نعم. استاذ جليل نحيي كل الاحبه الاكارم وكل من يشاهد هذه القناه، وجزاكم الله خيرا على هذه المشاهده الطيبه. نحييك ايضا استاذ. واحنا في المقابل نقول جزاك الله خير انك انت شرفتنا بالحضور وتحفتنا بمعلومات ربي سبحانه وتعالى، انعم عليك بغزاره المعلومات. بضيق الوقت معلومات مبتوره. معليش معليش. وتعذرني على النقطه هذيك الجزئيه الخاصه، تعذرني عادي. ما عندكش اي اشكاليه. عفوت عنك. شكرا شكرا. الله يسلمك. هذا من سماحتك. حبيبي. استاذ محمد شيخ شيخ علي. علي التومي. علي التومي. بداية نكرر لك الشكر انك انت جيتنا من بقرين الهيشة 300 كيلو جيان 300 رجوعا. ربي يحفظك، انت ضيف عزيز علينا في طرابلس وضيف عزيز مبارك علينا في هذه الحلقة من هذا البرنامج. مشكور. كلمة ختامية لو تتكرم. مشكور استاذ احمد على الاستضافة لنا في هذه الأمسية. واجبي. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا عمي. العمل بكتاب الله اللهم تعالى عمي. ويرزقنا الأدب مع من قرونا وعلمونا ووصلونا لهالمرحلة. ومشكور أستاذ أحمد. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا لك. شكرا فعلا. النقطة الجوهرية ليتأدب في حق العلماء، شكر لك على النقطة، الوفاء والتأدب في حق العلماء وأهل الفضل. الشيخ محمد من فضلك. نعم طبعا، حتى نجدد لك الشكر على تلبية الدعوة، واستفدنا وتعلمنا من حضرتك واستمعنا إلى تجويد رائع جدا. نحييك. من فضلك كلمة ختامية. والله إن شاء الله نحب نشكر البرنامج الطيب هذا اللي يعني اللي كان سبب في إبرازنا وإبراز القراء الليبيين، ومازال حيستمر هذا العطاء إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. لأن يعني القراء ما شاء الله كل يوم في تزايد، ودائما في كل عصر أكثر من عصر بسم الله ما شاء الله. فبارك الله فيكم على الاستضافه الطيبه هذه. وجبنا. بارك الله في المشاهدين، وان شاء الله كل عام وانتم دائما بالف خير وصحه يا رب العالمين. ربي يحفظكم جميعا. ربي يحفظكم. هي حاجه بسيطه استاذ محمد قبل مني ورده، وطبعا معها طلب السماح على انني شكست لك شويه في النقطه. شيخنا تفضل. ربي يحفظك. تفضل شيخنا. هي عباره عن كلمه امتنان وكلمه شكر، وللاحبه المشاهدين رب يحفظكم، شكلكم كل شيء، هذه ليكم وقليلة في حقكم إن شاء الله. شكلكم كل التعليقات والآراء والملاحظات، رب يحفظكم ومن توفيق الله بالله إن شاء الله. شكرا لكم، تحياتنا، السلام عليكم.